اختي دابا تهلاي في راسك وديها في راسك واختي وعطيني وارتاحي لك مع راسك صافي. هضرت مع ود خالتي غيوجد الطلاق غيوجدوا كلشي، هضرت معاه صافي مزيان. ندير لي وكاله شوفي شي واحد تيقي فيه. نو انا غاديه ومني تمشي وياك اوراق تحطيهم في شي بلاصه اللي يكون يلحق ليها. وراقك ما تيفوك. وانا بدلت السوارت بدلت كلشي، انا صافي ما بقاش نتلاقى معاه. سالينا صافي وياكي غير البوليس صافي ديكلاري بي قولي ما يبعد مني ودرفعي دعوه ديال الطلاق تنقي وجه بحالك. منو على الرجوع؟ لا ترجعي تشوف مسطيها واش بغا معاه بغا ترجعي يا صاحبتي. ومشوك في اليوتيوب صاحبتي تيقول شي هضره وفيديوهات تيدير في اليوتيوب راه كيف اختي. وزعما صراحه بنت واتزام يعني بنت بلادي انا بنت واتزام ما تكونيش ما تخليش يجرك الفيديوهات خايبين. مطلعين بك اختي ما تطلع بك نطلع بك تيشد الفلوس على ظهرك صاحبتي ومشوك. ويا ياسين واحلى ياسين في العالم. شكرا خويا فوالا صافي. انا طاح في نظري بزاف. شيكون سميتو شيكون ما دارش هذاك الجيست يعيرني نقول تشيستا مي ملي دارت هذاك الجيست طاح في نظري. وخلي في بالك انا نقولها لك خلي في بالك نقول اختي واحد الحاجه، هو راه نرجسي. دوري خليه هو نرجسي. هو جو سي راني دايره فيديو كاتبه عليه كلشي كيقولها تيقول نرجسي خفي تيعطيك بوجه ومني تيتمكن منك تيعطيك بوجه. هو دابا علاش مريض؟ دابا المرض ديالو هو اشنا هو المرض ديالو؟ راه ماشي مسطي حمق. نو هو المرض ديالو هو النرجسي. انا هذيك انا ديالو هي المحمقه. هو راه والو، هو راه زيرو، راه والو فهمتيني، راه والو زيرو على اليسر وما يسواش. انا الطريق ديالي حتى هو نرجسي. ما انا اكتشفتو تم تعاشرت معاه توليت معاه كنطيحي في النرجسيين. نرجسي وطلقت منه تفكيت بعدي. انا شوف اللي تيبرصط لك مخك طلق مو ما كاينش حتى اللي بعده داكشي اللي كاين. هي الفكره اللي تكون في راسك كان ما كانش. الله يعاون عيشي بوحدك، عيشي راسك، عيشي مع ولادك، الحمد لله تعيشي مرتاحه صافي وارتاحي. تخلويد وكذوب ونشوها في المغرب اختي غيبقى مشوك ما عنده ما شايفيدك وعندك وليداتك ولا الله اعلم عندك عائلتك. انا دابا غنبدا نرجع العلاقات اللي خسرتهم على ودو. برافو هاك علاقاتي مع عائلتي دابا خسرني حتى مع بوات ولدي خسرني معاه. رجع العلاقات ديالي مع بوات ولدي، رجع علاقاتي مع الناس اللي كيسيتو رجعي مع الناس اللي كنتي معاهم وكانوا تيبغيوك وما تخليش ينفردوك بوحدك حيت هذاك الشيء اللي بغا ينفردوك بوحدك غيتمكن منك. فوالا هذاك الشيء اللي دار ملي بوحديتي ودار فيا ما بغا. هاك دارك اختي ماشي مشكل تهرسو الشراجم يتصايبو، هرس الدجاج يتصايب كلشي يتصايب، ولكن الا مشيتي تهرستي انتي راك ما تخلفيش. فوالا اكزاكتومون الحمد لله ما تخلفيش. نو غنبيعها صافي. دابا بدلت ليها كلشي ان شاء الله. غاداك الاتات غنخرجو ملي نجي نخرجو نبيع نعطي للناس في سبيل الله وغادي نصيقوها نقادوها نقادوها. المهم صافي ونعطيها لسميتو ونبيعها. هاك اختي ما ديري بالك حتى حاجه اختي، ديها في راسك وتهلاي في راسك وشوفي لك خدمه ولا شوفي لك اش كنتي ديري في هنا اش كنتي تديري. رجعي لحياتك كما كنتي في الاول، رجعي لحياتك هذاك الشيء رجعي لحياتك، حاولي ترجعي لحياتك حيت انا هادشي بحكم تجربتي انا فهمتيني. عرفتي في الاول انا منعرف راجلي فاش كنت تزوجت بيه وكنت نقول هذا هو روميو ديالي الهضره وتعامل وهادي، ولكن ان فوغي استقرينا ودخلنا للحياه الزوجيه وليت معاه صافي وجا خور. السلام عليكم. مالك اختي؟ صافا كلشي مزيان. شكرا الدريه اللي تحت ليك تقولوا للملك تحياتي. شوفي ملك عليك السلام. شنو نهضر واحد دقيقه الله يحفظك وانا بطرة عارفه هي باش تطلع الرجال في اللايف ديالها. غادي نهضر واحد الهضره.
اختي مالك؟ حتى شي حاجه ما كتبني على شي واحد، فهمتيني؟ الحاجه الوحيده اللي كتبنا هي صحتك وحياتك، وفكر وزيد القدام. كما قلت لك غنقول لك واحد المثال، كيمشي كلب تهلاي في السلسله. باش نقول لك الحاجه الوحيده، الغلط اللي درتي يا مالك، انت مازال صغيره تبارك الله، فهمتي؟ انا مش على عسلك الكابه، انا غنهضر، راه مازال مغربيه، راه احسنني احسن نساء الكون. اختي ديري ميوت، الله يحفظك، واحد دقيقه الله يحفظك. اختي ديري لي ميوت، كتسمعيني اختي مالك؟ كسمعتك يا ياسين. ماشي اختي مالك، شوف الحاجه الوحيده اللي الغلط الوحيد اللي درتي هو بان واحد الانسان عرف شيه به النهار الاول، ديفو هذا غلط درتيه كبير. الراجل ماشي غنجيو غنتزوج بها مالك. شنو كيبغي، شنو ما كيبغيش، شنو العقليه ديالو، باش كيفكر، شنو هو التفكير؟ راه ماشي التفكير هو البوز. انا نقول لك باش مريض نزار، راه انت دابا مراتو ما عارفاش باش مريض. شي داك الدري اللي مازال شهر من اللي قدام غيمرض. انا ثقي بيا، مريض بالبوز شي حاجه سميتها الشهره، يقدر يخسر مراته ويخسر مو سمح فيه على ود الشهره. باش نقول لك، لان واحد الانسان ماشي نرجسي، هذاك النرجسيه صعيبه عليه. كاين الراجل اللي عنده، كاين اللي نرجسي، انا نرجسي، ولكن المشكل اللي كاين هو عندك راك كاريزما. الراجل اللي ما عندوش كاريزما ماشي نرجسي. باش نكونوا واقعيين، راه شوف، راه انا من نعطيك باغ اكزومبل، انا المراه الا بغيت نتزوج بها ما نبغيهاش ترفع عليا صوتي، الصوت ديالها ما نبغيش نسمعوه، ما تغوتش عليا، فهمتيني؟ ما غاتجيش تبقى تغنم عليا شي حوايج اللي انا كاينين وتفرض عليا هي السيطره ديالها، انا ما نبغيهاش. انا هكا يعني، هنا كيكون الراجل نرجسي ولكن عنده واحد الكاريزما. هذا ما عنده لا كاريزما، ما عنده لا نرجسيه لا والو. باش نكون واقعي، بنادم امشي للحاجه اللي مريض بها ملاك، هو السيد راه من القدام كما كنقول لك ملاك، سمعت له الحوجه السيد ما بقاش معروف، بقى معروف عن شي ناس. كنسول عليه ناس تيقول لك راه ما كنعرفوش. انا كنعرف نبيل خورة عشيري، تنهضر معاه في الانستغرام، تنهضر مع مروان، شارك تعرفي كل شيء، فهمتيني؟ ولكن هذا الانسان هذا خصو الدار، خوت الله يعمر ليهم الدار، والدي الله يعمر ليهم الدار، هو خرج فيهم كوك حمق ولا الله اعلم. لا شوفي، انا نقول لك واحد القضيه، كما قلت لك انا داك السيد ماشي حمق، هو كيدير في هذيك حبل تربح، حبل تربح، شي حبل شي غتربح في هذا الوقت. انا نقول لك شحال من واحد داخل السوشيال ميديا هنايا، التيك توك انت كتشوفيهم داخل غير بالفهامات، ما فاهم والو، ما كعرفش من مشي علاش. الله اسمح لي يا خويا، دير في هذيك حبل تربح ودير فيها عنزول وتدخل وخرج في الهضره وتطلع على بنادم والفلوس طالعه والمشاهده طالعه، على والو، على الخوه. الحاجه الوحيده اللي غنقول لك اختي مالك، تهلاي فراسك تبارك الله، غادي يجي راجل اللي غادي يتمناك. باش نكونوا واقعيين، الحياه ما كتبناش على واحد، كيف ما قلت لك في الاول، راه ربي يشوف. راه تيقول لك الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات، راه ربي اللي قدر هذا الشيء. هذا راه سيدنا ادم، راه تفارق على حواء، عرفتي شحال من سنه وبقاو كيقلبوا على بعضياتهم. والانانيه اللي في المراه، الانانيه اللي في المراه هي كانت كتقول له انا كنقلب عليك غير بنهار بغات تشوفه، هو كان كيقلب غير بنهار، هو كان كيصارحها كيقول ليها انا كنقلب عليك بنهار، وهي كانت كتقلب عليه ليل نهار. وفي غيتلاقاو غيتلاقاو